احنا دايما بنقول، وحتى لما بنيجي لغه الارقام هي بتطلع لك بديهيات صغيره، معطيات بس كده ممكن، لكن فنان على ارض الملعب قصه ثانيه، بتبقى قصه ثانيه، وظروف المباراه بتبقى قصه ثانيه، لكن ممكن بناخد منها ونعزز دوت. يعني بالزبط. انت بتقول ان عامه الوداد بينهي او بيحسم على ملعبه، ان شاء الله باذن الله دي تكون فرصه كويسه قوي ان النادي الاهلي كمان يضغط من بدري، يضغط هناك من بدري، يخلص هناك علشان حتى يلعب العوده وهو اعصابه اهدى. لكن هي القصه نفسها بقى انه النادي الاهلي رايح معنويات مرتفعه، اعتقد برضو ان الاداء في اخر ثلاث مباريات اداء جيد جدا، حتى في ظروف المباراه الاخيره قدام بيراميدز، رغم الكارت الاحمر، رغم النقص العددي، الاصابات اللي جت فجاه، غياب التوفيق برضه في ضربة الجزاء اللي ضاعت، لكن انك تقدر تعمل ماتش زي ده مع فريق انت كده كده حسمت الدوري وبطل الدوري، مش فارق معاك حاجة، لكن بتلعب لاسم النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي، لعبت لاسم النادي الاهلي، فقدرت انت خلصت الماتش 0-0 وانت بتلعب ب10 لعيبة، وقدام فريق عنده طموح ان هو بيحاول ينافس على مركز الوصيف علشان يشارك في دوري ابطال افريقيا، فاعتقد انه المعنويات مرتفعة. يعني بعد المباراه اللي فاتت المعنويات مرتفعه، المباراه مشي في الحته ان هو بقى بروبه حقيقيه، يعني بالزبط. حتى طرد عمرو السوليه خلي بالك، ولسه قبل المباراه يمكن بحلقتين كنا بنتكلم في بعض المدربين لما بتحضر لمباراه صعبه خلال، وانا حضرت الكلام دوت، بيبقى في حتى التراي جيم او تراي ماتش بتاعه اخر ربع ساعه بيخرج واحد من الفرقه، بالظبط، والفرقه الاساسيه تلعب 10، بيدي احساس شويه بالمسؤوليه والجزئيه ان انت لو نقصت لعيب تبقى جاهز لموقف زي ده، وده اللي حصل في مباراه بيراميدز، وخرجت اللعيبه بشكل كويس جدا، فده كمان ادى ثقه كبيره للاعبين، والناس كلها اتكلمت، حتى اتكلمت النادي الاهلي، وده بناكد عليه ان ما كانش عنده حسابات تانية خالص، يعني الحسابات ورا ظهره ما بيحسبش العلاقه ما بين بيراميدز والزمالك، بالعكس النادي الاهلي بيبص على النادي الاهلي بس. صحيح. بيلعب لمصلحه النادي الاهلي بس، حتى ما بيستناش منافس ولا بيلعب لمنافس، النادي الاهلي بيلعب لاسمه، ولاعيبه النادي الاهلي بتتشبع بالروح دي بمجرد ما بيكونوا موجودين في النادي الاهلي، لان السيستم في النادي الاهلي مختلف تماما، مش هتلاقيه في اي نادي تاني.